هذه بحيرة كنكوسا التي تعتبر واحدة من أهم المسطحات المائية العذبة في البلاد، والتي تمثل مدار راحة الأنشطة الاقتصادية للأهالي لما تكتسيه من أهمية تنموية جعلت منها شريان حياة لسكان المنطقة. هاي البحيرة بحيرة تنمية، حيوان يشربها إبل وغنم وبقر، والحوت ينقبض منها ياسر لين يجي للسو تلحق مناشر وهم مناشر الحوت، وصراعتها اللي يحل فيها يراها معرمه. الشعب مستفاد منها، هاو الناس اللي يشتغلوا فيها عندهم دخل فيها يومي، مستفادين من رقم ظروفهم هم الصعبه، من حيث البحيره، بحيره تنمويه فيها ياس من الافاده، فيها الاسماك، فيها السياحه، فيها التجاره تقطع منها يوميا ماشيه وجايه. على حركة هذا المجدف تعتمد مدينة كنكوسا التي توزعها بحيرتها إلى ضفتين، حيث تلعب هذه الزوارق الدور الرئيسي في التواصل بين هاتين الضفتين، فهي الوسيلة المتاحة لتنقل الأشخاص ونقل السلع والبضائع، ما بعث على المطالبة بإنشاء جسر لربط أوصال مدينة كنكوسا. بحيرة تيروها السلطات المعنية لا ترفد لها اللفتة، من باب الزراعة ومن باب قضية الأسماك تنموية زراعة الأسماك راي مهمة هون تعدل فيها، وقضية الجسر هاي مشاكل مطروحة هنا جوهرية. تلاميذنا يطلعوا شاشة للحمل الأحمر ويرجعوا ترداء، ولعلياتنا الحمل يبراوا بحاشية البحر ما جبروش له ينقلهم. طالبين شيء ينقال له الصالة، هي اللي الوحيدة، هي اللي مدرين لها ولاعجين لها ومحتاجين لها. فورة معانا الله فورة صعوبة تلمتينا تينا حتى في الليل مرانين تود عنده مشكلة لا يتبرى الله رقاش عنده أرض مخلوق ولا حد عنده مشكلة إلى زي الحاشية نيود لا يجبر قايس الطب بعد من ناحية قاعد ينحاب من هون قايسين بكيف هلو تقبل وتا ما تقيس وقاب الطب صعوبة الفورة في الليل. هذا دليل كامل على إنه فاصل المصالة فاصلين في الصالة حتى إلى أقصى درجة. بالإضافة إلى كونها معلمة سياحية، تسهم بحيرة كنكوسا كذلك في خلق توازن بيئي في المنطقة، هذا فضلاً عما تزخر به من مقدرات في ميادين الزراعة والصيد القاري. بحيرة كنكوسا نعمة تنموية تجزئ المدينة إلى جزئين، جزء تتمركز فيه كافة الخدمات الأساسية والحيوية، في حين يفتقر إليها الجزء الآخر، وهذا ما بعث على المطالبة بجسر يربط بين كنكوسا واحد وكنكوسا اثنين. عبدالله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة كنكوسا.